اخر اشي حنعمله قبل البي ار سيشن تبعتنا هو رح نروح عند فيزيو ونعمل مساج عشان to make sure انه we're recovered and we're good to go. هلا حنفوت وحعرفكم عليه. هاي الفيزيو تبعنا، اطلعوا كيف مشخص اليوم. هلو كيفك سير؟ تمام، انت كيفك؟ حيحكي لكم ايش فائدة الفيزيوثيرابي قبل البي ار تبعنا. الفيزيوثيرابي يا اخوان بلما صار مني هاي فائدته. الفيزيوثيرابي بقول لكم فيزيوثيرابي اشطر من تبعي، بتحداكم. اسمع هلا، لو انا يعني انجرحت هيك بيطلع مني اشياء؟ الانسان جسمه ايش من جوا؟ الاعضاء من جوا عضلات عظام وفلاورز ابيض واحمر واسود. خلص انا الفيزيو تبعك اليوم. كيف ايش نعمل؟ فيزيوثيرابي نعمل له مساج. كيف تمسك الاثنين مع بعض؟ نحكي له ما يرضى، خذ نفس طلعه. الله يوفقك. استناني اطلعه. خذ نفس طلعه. شو صار؟ خذ نفس طلعه. يلا هلا طق لي كل ظهري. هلا انا قديش صرت فيزيو؟ 30%. 30؟ والله كنت افكر حتعطيني 3. اليوم قبل فكين ماركين. ايش هو؟ Intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't. والله ما هو شكله مجرم بهاي الزاوية. احنا هلا بالجيم عم بنحمل السكوات. اليوم عندنا الباور ليفتنج داي اللي هو سكوات بنش ديد ليفت. دائما الفيديوز بيكونوا لايت هارتد وفيهم ضحك وهيك، بس اليوم راح يكون كله مركز و we're gonna get it. خلصنا ورم اب، هلا حنبلش بالسكوات. I'm aiming to do 435 pounds، حطه تحت بالكيلو و then we're gonna bench. So I'll see you on the warm up sets. خلصنا warm up، عملنا 415، حنحطه بالكيلو تحت. هلا رح نجرب نعمل 430، وإذا حسيتها سهلة نعمل 440، وإذا كانت صعبة حوقف 5 pound PR، يعني بس 2.5 كيلو. So it's okay لأنه لسه عندنا bench و deadlift. We want to save our energy. خلصنا 430. To make it happen على اليوتيوب عشان اصور هون، عندنا طارق عم بيصورني موبايله عشان ايش نقدر ننزل يوتيوب وانستغرام. فاذا عم تحضر اليوم على اليوتيوب thanks to him. حنقزز اليوم وتتفكر انه عم نعطيه شاوت اوت. 440 هلا حنعمل 440، حندخل بالمود و we're just gonna get intense focused. We're gonna do 440. رح نعملها. Good, nice.
ايزي ايزي ايزي. هلا احنا مع ثائر، ناس ننزل على اليوتيوب. اعطاني ادفايس قبل ما نبلش على الالاينمنت وسلخني كم من كف، وعندنا نور طلع ما شاء الله ولك اجاد برضه سلخني كم من كف وحوش. هلا بدنا نرجع نركز. ثائر حنروح نجيب اكل صح؟ ناكل على السريع ولا بدون؟ حناكل كارب على السريع وراح نركز. عندنا 15 مينتس وبنبلش بنش. عملنا درينك فيه 100 جرام كاربس غير الجيتريدز اللي عم نشربهم تو ريبلانش. اسرع طريقه نعمل فيها ريبلانشمنت للمسل جلايكوجين اللي هي بتعطينا انرجي اللي هم كاربس، انه نشرب كاربس. هلا راح نشرب هاد نرتاح شوي ناخذ نفس نبلش تحماي بنش اند ذن وير جونا بنش. راح نبلش بنش. خلصنا بنش عملنا 345. قبل 3 اشهر الماكس تبعي كان 315 فاتس ا بيج 30 باوندز 15 كيلو زياده. I'm so happy with it. هلا عم بنريح شوي عم ناخذ نص ساعه قبل ما نعمل بدله. كمان جبنا كمان 100 جرام كول. لما نعمل باور ليفتنج ميت او كومبيتيشن او وات ايفر لايك يو ونت بي اون يور اون تعمل سكوات بنش بدله كثير بتتعب. It's important to ضلك تشرب كاربس so you can إنه you make the most out of كل lift. عشان مثلاً لو عملت سكوات وما أخذت أي كاربس جسمي حيكون استهلك كثير طاقة وما رجع تعوضها. فالبنش بتغلب والديد ليفت كمان بتغلب. This is key. وكمان حنعمل شوية فوم رولينج قاعدين عليها. حنعمل اللور باك لأنه شوي تايت الأبر باك. We're gonna deadlift heavy. وهيك احنا مستعملين بيبي باودر سو اتس اوكي. فشلنا باللفت مرتين بس عندي سبورت سيستم رهيب
ما خلوني اريح بدون ما اجيبها. عمو عدي ضلوا معنا من الصبح، صورنا، كوتش نور ضربني شجعني، استصر وحش، ثانك يو كثير. ورجعنا الباي وذات سراب لليوم، بيج نمبرز بيج بيارز، I'll take them. الساعة 2 صار لهم من 10، حنروح ناكل تشيت ميل، نعمل اللي بدنا اياه. هلا حناخد شوي بريك من ليفتنج ويتس، راح نعمل شوية بودي بيلدينج. Hope you enjoyed this one. نشوفكم على الواحد الجاي، على الواحد الجاي، على المرة الجاي.